مشاهدينا اهلا بحضراتكم معنا مره تانية في النور. اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه امس حركه تنقلات جديده لضباط الشرطه لعام 2018 شملت 19 قياده امنيه شابه تولت مهام مواقع مساعدي الوزير للقطاعات النوعيه والجغرافيه، 15 مدير امن جديد بالمحافظات، 15 مدير للادارات النوعيه. الحركه شهدت تغييرات في مديريات امن القاهره، الجيزة، الأمن العام، اللواء محمد منصور أصبح مدير أمن العاصمة، واللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن الجيزة. يعني حول هذه الحركة بشكل عام وكيف يمكن أن تفيد الأداء الأمني في الفترة القادمة، بشرفنا وجود سيادة اللواء محمد الشهاوي الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك فندم والسادة المشاهدين. سيادة اللواء، يعني أعرف رأي حضرتك في هذه الحلقة، الحركة، حركة التنقلات بشكل عام، وبعد كده نتكلم في بعض النقاط التفصيلية. طبعا حركة وزارة الداخلية أمس بتقول أن هناك دماء جديدة بيتم ضخها لصالح الأمن القومي، لصالح حماية البلد، لصالح حماية المواطنين. ويمكن احنا شفنا النهاردة كان أول البوادر هو القضاء على 5 من حركة حسم الإرهابية والقبض على 5 منهم. يبقى هو التجديد في منطقة ايه يا فندم؟ نعم، في منطقة المرج ومنطقة بدر. يعني دليل أن أجهزة الأمن والمعلومات في وزارة والأمن الوطني في وزارة الداخلية هي عاملة خريطة خريطة لهؤلاء الإرهابيين، وخصوصا عندما تم إصدار تعليمات لهم بالقيام بزعزعة الاستقرار والقيام بالعمليات الخسيسة لهم، بدأت قوات الأمن والشرطة باستهدافهم وقضت على 5 منهم وقبضت على 5 آخرين بالإضافة إلى أسلحة وذخائر متواجدة. يعني أشعر في كلام سيادتك أنك تريد أن تقول أننا دخلنا في مرحلة الاستباق، يعني أصبحنا نجهد هذه الجرائم في مرحلة التخطيط لها، مش فكرة رد الفعل اللي عشنا عليها فترة. يعني هو فعلا العمليات الاستباقية، حتى ليس في الشرطة فقط ولكن في القوات المسلحة. صحيح. أيضا في العملية الشاملة سيناء 2018. أي. اللي بدأت منذ 9 فبراير الماضي، أيضا قواتنا المسلحة بتقوم بعمليات استباقية من خلال التمشيط والمداهمة، واستطاعت أن تقضي على أكثر من 521 إرهابي خلال فترة العملية الشاملة سيناء 2018. فإحنا الشرطة، وإحنا بنتكلم بصدد حركة وزارة الداخلية التي صدرت أمس، بتقول أنه فعلا يعني 51 قيادة بيتم تغييرهم لبعث دماء في شرايين وزارة الداخلية. هل تغييرهم فندم تغيير بمعنى أسماء جديدة أم تنقلات؟ اللي كان مدير أمن هنا بقى مدير أمن هنا وكده، يعني بما اتسمت هذه الحركة؟ اتسمت بالتغيير الشامل الجذري عندما يتم تغيير 21 مساعد وزير و 15 مدير أمن و 13 مدير إدارة داخل وزارة الداخلية نفسها. دي دماء جديدة بتبقى يعني لها واقع سريع في عملية العمل الشرطي والعمل الأمني. هل بشكل عام حضرتك مدير الأمن أو مساعد الوزير بتبقى الفترة في عموم أداء وزارة الداخلية بتكون قد إيه؟ ولا مع استقرار فترة طويلة قوي لوزير الداخلية زي ما شفنا أيام حبيب العدلي يبقى في مساعدين مستمرين لمدة طويلة أيضا؟ لا، هناك فترات محددة في كل من القوات المسلحة وفي كل من الشرطة، بتبقى فترة القيادة محدودة. فترة القيادة من 2 إلى 3 سنة ولا تزيد عن ذلك، علشان ما يبقاش فيه يعني عملية يبقى فيه عملية ثبات أو حضرتك تقصد موات التغيير الاستاتيكية ديت، يعني بيبقى خلاص اتعود على هذا النظام، العين الجديدة بتشوف أكتر. ولهذا
بيتم التغيير هي القوات المسلحة والشرطة في هذا الإطار، بيتم التغيير كل من 2 إلى 3 سنة في هذه المناصب القيادية. ممكن في رتب صغيرة النقيب والرائد والمقدم ممكن يستمر، وخصوصا في الوظائف الفنية التي تحتاج خبرات معينة ممكن أن يكون فيها حالة من حالات الثبات والاستمرارية. لكن مدير الإدارات، مدير الأمن، مساعدي الوزير بتتغير يا أستاذ إيهاب على طول من 2 إلى 3 سنة كما قلت قبل كده، وده علشان يبقى يدوا حرية وبيدوا إن ما يبقى فيه يعني النشاط شغال على طول، وبتدي أمل للقيادات الصف الثاني والصف الثالث إن هو هيجيله في يوم وحيكون ويتبوأ هذه القيادة، ما بيقعدش على طول فترة طويلة يبقى هناك جمود في النشاط. ودي كلمة أنسب من مواد صح. الحتة الأخرانية اللي سيادتك قلتها دي مهمة قوي، اللي هي فكرة أمل فكرة التاني. الأمل دي يعني ربما هذه الحركة وحضرتك توضح لي تتسم برضو بفكرة شبابية أقوى، يعني في كتير من قيادات شبان. قبل كده اعتقد ان الضابط اللي كان بيبقى ملازم او حاجه زي كده يقعد يقول لك فين ده كل رؤساء القطاعات ومدير الادارات ومساعدي الوزير، دول لازم يبقى بقى ايه فوق ال50 فوق ال55. طبعا ما كانش بيبقى عنده امل كبير ابدا انه ممكن يبقى. طبعا احنا شفنا مؤتمر الشباب امس واول امس، وازاي يمكن وازاي العمل ورسم استراتيجيات لتمكين الشباب، وشفنا شباب واعد. هو برضو في كل من القوات المسلحة والشرطة بتتولى القيادة عناصر شبابية للنشاط والحركة والفهم والفكر واستخدام أدوات العصر اللي موجودة. ويمكن احنا مؤتمر الشباب ده يعني شفنا فيه يعني درس ورسالة قوية عندما قام الشباب بتقليد وزير الدفاع. معلش انا هنقلك في حته كده. ايوه طبعا لرتبه الفريق اول، طبعا فريق اول محمد زكي قائد القوات المسلحه. الشباب شاب وشابه فتى وفتاه يقومون بتقليد الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحه، هم اللي يحطوا له الكتافات او علامات الرتب. دي بتدي رساله. ايه الرساله؟ ان عاده اللي كان بيعمل كده لازم بيبقى الرتبه الاعلى غير الرتبه الاعلى، فمعنى كده ان الشعب ده هو مصدر كل ترقيه ومصدر كل سلطه في الدوله. يعني هو رئيس الجمهوريه هو الذي يصدق. لكن المراسم ممكن تكون عناصر المراسم في القوات المسلحه هي التي تبدل هذه الرتب. لكن ممكن اي حد طبقا للتصديق في هذا الإطار. دي بتقول لنا أن الجيش المصري هو جيش الشعب. صحيح. وأن الشعب هو مصدر السلطات. صحيح. وأن الجيش ده اللي هو بيحافظ على الأمن والاستقرار والذي هو درع وسيف هذا الوطن بيحظى بتقدير واحترام من الشعب. صحيح. ولهذا شفنا هذا التقليد اللي هو بيقول لنا أن الشباب هم أمل مصر، والشباب اللي هم نصف الحاضر وكل المستقبل هم اللي سيكونوا قاطرة التنمية في البلد. أيضا لفت نظري في هذا أمس، وهو أن الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي عندما زار أبطالنا في شمال سيناء تاني يوم على طول، كان أمس بيزور أبطالنا في شمال سيناء ويتفقد الحالة المعنوية والحالة القتالية. كانت زيارة لطيفة جدا، شفناه بياكل معاهم بيلعب معاهم كورة وبيوجههم بيطبطب عليهم وبيجاوب على أسئلتهم. يعني سيادة اللواء دي برضو نقطة مهمة عايز أسأل حضرتك فيها. حضرتك شايف أنه ربما القوات المسلحة لأنها احنا معانا هو اللقطة اللي سيادتك تفضلت بالحديث عنها، فكرة تعليق الرتب الجديدة من الشباب المصري. عايز أسأل حضرتك، احنا الفترة الأخرانية 7-8 سنين الأخرانيين بقينا نشوف تفاصيل كتير تخص الجهد اللي ما كناش مطلعين عليه في أداء الجيش المصري. ربما الشرطة مش محتاجة قوي انها تورينا ده، لكن بدأنا نشوف انه فيه اهتمام كبير من قيادات الجيش الجلوس المباشر مع العناصر الصغيرة في السن والحديثة العهد بالجيش المصري. ده تأثيره ايه وبيحصل في الشرطة ولا لأ، وطبيعة عمل الشرطة مختلفة ولا ايه؟ تفسير حضرتك. والله هو ده كان له دور اساسي في حرب اكتوبر 73. ايوه احنا متعودين ان العسكري هو في الامام والقائد والضابط في الخلف. لا في حرب اكتوبر كان هو القائد هو الذي في الأمام. صحيح. ووراءه الجنود. وكان من القادة في حرب أكتوبر 73
في هذا واحنا بنتكلم في هذا السياق كان اللواء فؤاد عزيز غالي. وفؤاد عزيز غالي كان قائد الفرقة 18 مشاة وهو مسيحي. وكان عندما تسلق الساتر الترابي وعبر قناة السويس يهتف الله أكبر وكل الجنود وراه. فاحنا عندنا المزج ما بين القائد وما بين الجندي ومعرفة أخباره. يعني عاوز أدي لسيادتك يعني مثال يعني دقيق جدا. احنا عندنا أي ضابط لما يكون قائد فصيلة، يعني لسه ضابط يعني برتبة الملازم أول وقائد فصيلة وعنده يعني عدد من الجنود، مش عاوز أقول عدد بسيط، شوف بقى سيادتك يعرف عنهم إيه، يعرف كل أحوالهم الشخصية حتى مقاس الحذاء الذي يلبسه هذا الجندي بيكون الضابط عارفه. ده في الشرطة؟ تدخل ده في الشرطة؟ الشوز ده في الشرطة؟ وفي الجيش. وفي الجيش هو في الجيش أكتر. لأنه بيبقى مندمج معاه في التشكيلات. وقعد فترة طويلة في ميدان القتال تدريبات وكده كل يوم. فبالتالي يبقى عارف، لأن فعلا يعرف كل صغيرة حتى أحواله الاجتماعية لابد أن يعرفها طبعا، لأن حالته المعنوية تهم القائد في أدائه لواجبه. فحتة بقى اختلاط القائد بالجنود ومعرفتهم وخاصة الآن الأحوال الإدارية والفنية تطورت تطور كبير يا أستاذ إيهاب. يعني في أي معسكر حتى الجنود المستجدين اللي لسه داخل الجيش بيروح يلاقي أماكن إقامة جيدة، دورات مياه جيدة، ما كانش زمان تدريب متاح ده. أنا شخصيا وأنا في القوات المسلحة وفي حرب وقبل حرب أكتوبر كنا ما فيش مباني، كنا بننام تحت الأرض. لأن كان العدو الإسرائيلي بيستهدف على الجبهة كاشف. أي مبنى أي في الأرض، وما كانش طبعا النوع. فعملية العملية الإدارية الجيدة الآن بتساعد على رفع الروح المعنوية وبتوفر الوقت والجهد للمقاتل للتدريب. للتدريب ليه؟ لأن اسمح لي ست اللواء، ليه حضرتك قلت عن اللواء المحافظ المرحوم القائد فؤاد عزيز غالي وهو مسيحي؟ يعني ليه عمل ليه عملت ستريس أو تأكيد على هذا الأمر؟ عملت ستريس ليه؟ اتفضل. لأن عاوز أقول أن النسيج الوطني واحد. النسيج الوطني بين جناحي الأمة المصرية المصريون واحد. يعني كان أول الشهداء في حرب أكتوبر 73 الشهيد العميد شفيق صدر متراك مسيحي للمرة الثانية، وكان من أول الشهداء. وكان قائد أحد الألوية المشاة الميكانيك من الجيش الثاني الميداني. خلينا نتكلم عن حاجة حديثة. أنا شايف الحاجة الحديثة. أنا هسأل حضرتك سؤال تسمح لي، يعني عشان أقول لك عاوز أقول لك مثال حديث. لا عايز أقول سؤال. أبنوب اللي كان مع في كتيبة الصاعقة والذي استشهد مع قائد الكتيبة والدولة كرمته هو وقائد الكتيبة بعمل الكوبري المتحرك في مدينة بورسعيد على اسمه أبنوب. طب كنت عندنا مصري هو مصري. كنت عايز أسأل سؤال ست لو، بما إن حضرتك يعني تحدثت عن هذه النقطة، هل حضرتك بشكل شفاف كده بتشوف إن في عدد كافي من الأقباط في قيادات الجيش المصري وفي كلية الشرطة وفي ضباط الشرطة وقيادات الشرطة؟ المفروض أنت تحس بيها. لا أنا بسأل سيادتك. يعني سيادتك مفيش حد يعني في الأسرة عندك. أنا عايز أعرف بس، معلش اسمح لي أقول لحضرتك. حضرتك يعني أقول لك مثال حي الأداء على كده. أقول لحضرتك بس أوضح لك أنا عايز أقول إيه. الأداء بتاع الداخلية، إحنا بنتكلم دلوقتي على أداء متطور وأداء جديد، وهناقش حضرتك كمان شوية في فكرة التطهير، علشان لازم نطرح كل حاجة قدام الناس ونقول طالما عملنا ما نقولش ليه ان احنا عملنا. هل هذه الأعداد في زيادة؟ احنا كان عندنا شكوى دائمة انه كشف الهيئة بيمشي برة، وغالبا غالبا بيكون دي مشكلة تخص المسيحيين، انه الجيش فيه سقف، القيادات قليل قوي ولظروف محددة. هل هذا العدد بينمو كما نتحدث عن التجاور في الاستشهاد، نتحدث عن التجاور في الأداء وفي القيادة؟ أنا يعني أنا عاوز يعني في هذا الإطار وبالنسبة للقيادات هقول لك يعني مثلا مثال شخصي أنا أعرفه. أنا لواء في القوات المسلحة، وكان زميلي دخلنا الكلية الحربية مع بعض اللواء محسن مفيد بسادة. يمكن هو شايفنا دلوقتي، هو ما زال يخدم في القوات المسلحة وأنا خرجت على التقاعد. إيه رأي سيادتك؟
يعني تقصد ما زال يخدم يعني لسه موجود مديله الخدمه يعني وبيمدوله كل سنه وانا خرجت على التقاعد. صحيح اعمل كمستشار في كليه القضاء والاركان لكن بالملابس المدنيه. هو ما زال مستمر في القوات المسلحه وملامسه العسكريه. حلو. أظن المثل ده حلو اللي أنا بقوله ما نقولش بقى كام ومش كام وكلام من ده. القوات المسلحة عندما يكون هناك فرد، هذا الفرد منطبق الشروط الصحية والعقلية والذهنية والكفاءة البدنية ده بيخطفوه خطف بقى. طب خلينا بما ما نقولش بقى مسلم بما مسيحي إننا بما إننا بنتكلم عن الشرطة فأنا عاوز أتكلم مع حضرتك يا أستاذ إيهاب النقطة دي يعني ما نتكلمش فيها كتير لا ما احنا لأن لا هناك لا يوجد تمييز. طيب وديتك أنا مثال حي وواقعي واحد يمكن بيتفرج علينا دلوقتي وأنا متأكد إن جميع الأخوة الأقباط برضو يعني هذه القناة بيتفرجوا عليها أكيد يعني أو لو ما هيبقى واحد صاحبه هو ما زال يخدم في القوات المسلحة فترة طويلة جدا. طب بما إننا النهاردة سيادة اللواء بنتكلم عن الشرطة بقى. أنا ما كنتش أعرف إن سيادتك لواء جيش، أنا كنت فاكرك لواء شرطة عشان بتقيم لنا حركة التنقلات، لكن بما إننا بنتكلم عن الشرطة تمام. فممكن برضو نميط اللسان عن علامة الاستفهام نفسها؟ لا ما بقول ما دام يحدث ذلك في القوات المسلحة تأكد أنه بيحدث في كلية الشرطة، بس أنا عاوز أقول لحضرتك اتفضل يا فندم عملية القوات المسلحة الجيش والشرطة إحنا بنشوف بيسقط الشهداء كل يوم. أيفة. الشهداء بيسقطوا كل يوم ومع ذلك أكثر من 100,000 بيتم التحق يعني بيحاولوا إن هم يقدموا ويلتحقوا بالكليات العسكرية والشرطة أي. بالرغم إن في بيسقط شهداء ده دليل إن الشباب وطني وهذا الشباب يريد إن هو يخدم البلد في أي موقع من مواقع الشرطية أو موقع القوات المسلحة. احنا شفنا في مؤتمر الشباب البنت اللي قامت وقالت سؤالها بلماذا لا تنضم الفتيات للقوات الجوية وقالت برضو والرئيس وضح فرع تاني والرئيس وضح وقال احنا يعني شغالين على الموضوع. عاوز برضو أدي لسيادتك مثال شخصي آخر اتفضل برضو بحتة اللي هو الفتيات في الكليات العسكرية. أنا عندي ولد هو رائد في الشرطة أي وعند بنت هي نقيب في القوات المسلحة أي. يعني البنات بيلتحقوا هي نقيب صيدلانية في القوات المسلحة كان خريج الطب أو خريج صيدلة أو خريج علم نفس ده بيلتحق بالكليات العسكرية الإناث بيدخلوا عادي أي. بس بيقدموا في مجالات محددة أي. لكن إن هم يكونوا في التشكيلات أو ربما في الجبهة ربما نشهد الفترة القادمة تغيرا زي ما قال السيد الرئيس نحن بندرس ده يعني إحنا عندنا أول طيارة قامت في عملية التحالف هي طيارة من الإمارات ففي يعني في الوطن العربي هناك من الفتيات ما يلتحقوا ب القوات المسلحة والعلم حضرتك بيأخذوا فرق من زي فرق قوات خاصة زي الهبوط بالمظلات أو أيوة قوات خاصة كل الاستعدادات أو صاعقة بيتعرضوا ويمكن الرئيس قال إن هم يعني أقوى يمكن من الشباب الذكور يعني قابلين في التحمل يعني طيب. هذا الموضوع لكن أنا عاوز لو سمحت لي بتكلم عن طمن أهلنا والشعب كله بماذا تقوم به القوات المسلحة الآن من تطهير سيناء من لا أنا سيادة اللواء عايز أستأذن وخاصة حياتك. في العملية الشاملة سيناء 2018 معلش لأن أنت سألت سؤال اسمح لي بس سؤال. أنا بتحدث في الفقرة دي كلها عن أداء الشرطة. الداخلية أيوة. لأن عندي مشكلة علامات الاستفهام حينما تطرح تنتهي لكن اللي بيؤدي لوجود شائعات كثيره والرئيس دائما يتحدث عن ده المعلومات الغموض فاحنا دلوقتي اولا عايز اعرف راي حضرتك في اداء الداخليه في هذه الفتره وكلنا ملاحظين تراجع للعمليات الإرهابيه والعمليات الجنائيه كمان في وسط المحافظات والعمليات الاستباقيه اللي بتتم لا انا عاوز اجاوب على سؤال حضرتك بتقول احنا ما كناش بنشوف جهد القوات المسلحه والشرطه طبعا السبب في ذلك ايه الإعلام أي شوف يا فندم الإعلام العسكري ونجاح الإعلام العسكري ونجاح إدارة الشؤون المعنوية أيوة للقوات المسلحة لأنها من خلال العملية الشاملة سيناء 2018 بتقوم بإصدار بيانات عسكرية يعني شوف يا أستاذ إيهاب حتى الآن 25 بيان أيوة. إيه البيان العسكري ده
أول حاجة ملاحظة، يصدر الساعة 7 صباحا. أي ليه 7 الصبح؟ علشان يضحد ويجهد أي شائعة ممكن أن تقوم بها الجماعات الإرهابية. صحيح. أو من يتعاطفوا معهم. نمرة 2، إن هي بتورينا صوت وصورة بوضوح وشفافية، يعني بقول تم قتل 10 من الإرهابيين، يجيب لك صورة الإرهاب. أيوه بالظبط. تم تدمير أوكار الإرهابيين أو عربات أو حتى المزارع للنباتات المخدرة، بتشوف قدامك. صح. بين بوينت للنقطة اللي هي تم تدميرها، فبدأ الشعب يشوف. أيوه. وكان دائما حتى لو يسقط شهداء أو جرحى أو مصابين بيقول ما فيش حاجة بتستخبى، كل شفافية وكل وضوح، فده بيعتبر الإعلام العسكري له الفضل في ذلك، خاصة إن احنا بنشوف الشائعات في كل مجال. أي. ومصر بتتعرض لحرب الشائعات التي هي أحد أدوات الحروب النفسية، والحروب النفسية أستاذ إيهاب أقوى من الحروب التقليدية طبعا مئات المرات، لأن الطلقة بتقتل فرد بينما الكلمة ممكن أن تقتل آلاف، وخاصة الكلمات والشائعات في مجال الفتنة الطائفية. لأن الشائعات ديت لها أنواع. أي. أنواع في طبقا للدوافع الانفعالية أو الأساس الزمني، هناك 6 أنواع من الشائعات، مش حديثنا احنا نتكلم عن الشائعات الآن، لكن بنلاقي عندما يتوفر المعلومة وفي الوقت السليم. أي. لأن في معادلة للشائعة، العلم حضرتك الذين يطلقون الشائعات دي علم كبير طبعا. وناس كتائب طبعا. اللي هي كتائب الذباب أو الكتائب الإلكترونية بيتم توجيههم لهذا الإطار، فقوة الشائعة بتقاس من معادلة لها إكويشن. أيوه. بتتكون من يعني مدى ارتباط الشائعة بحاجة الناس مهمة للأفراد. أيوه. مضروبة في الغموض ومدى شح المعلومة فيما يخص هذه الشائعة، المعلومات والغموض بتاعها. أيوه. فلما سيادتك بتتفضل وبتقول انت في شائعات بأن الأعداد التي تلتحق بكليات الشرطة أو اللي بينجحوا في النهاية بيكونوا أعداد صغيرة، دي تعتبر شائعة سيادتك بتطلقها دلوقتي؟ لا يا فندم. اهو انت لسه طالع. لا لا يا فندم، انا بجاوب انا بجاوب عنها. لو انت بتديني فرصه طيب لا تجاوب عني ليه، ما انا موجود يا ربنا يديك الصح. انا اقصد اقول ايه، انا بسال حضرتك على تطور الاداء الشرطي في مصر. عندي سؤال مثلا عن انه كان من مطالب الشعب تطهير وزاره الداخليه. لا ده انا ما اسمحش بالسؤال ده خالص، ما فيش حد من الشعب، ده هي الجماعه الارهابيه. كويس. والبلتاجي هم الذين يقولون بتطهير الشرطه. كويس. شرطه ايه؟ الشعب قال ايه بقى يا فندم ساعتها؟ شالها على الرؤوس وقال الداخليه تطهر نفسها. لا ما الشعب ملوش دعوه بهذا الكلام، يعني بيني وبينك يعني. اول حاجه ان الشعب بيقول تطهير، ده مش الشعب، ده ناس. أي. مندسين، ناس خونه. الشرطه بتقوم بأداء رهيب، يعني واحنا بنتكلم دلوقتي أنا وسيادتك في التكييف، هم الآن في الشارع. طبعا. وهم الآن بيحاربون الإرهاب. بس أنا وهم الآن الذين يمنعون حرق سبة يا ست اللواء. النبي خليك معايا بس. اتفضل. بيمنعون حرق الكنائس والمساجد وتدميرها، هم الشرطة، هم اللي بيموتوا، هم اللي أنا ابنه ما بينامش في بيته. أي يا فندم احنا لن ننتقص. نيجي بقى نقول تطهير الداخلية، ما فيش حاجه اسمها تطهير الداخليه. الداخليه هو يا فندم لما كان في ضباط ملتحين وعملوا. ما فين دلوقتي؟ ايوه يا فندم، يعني ده معناه ايه؟ الداخلية. ان اللي طلب بالتطهير كان فعلا فيه، كان ما يستوجب. بس خليك معايا يا فندم، اللي هو الملتحي ده هل تتوقع مش الدوله كلها كان بيحكم الاخوان؟ ايوه ايوه، هو لما قامت جماعه الاخوان بحرق 50 كنيسه، البابا توادروس طلع وقال ايه؟ وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. احنا لكن لما يواحد بداء ما هو اخواني ارهابي الان معرض للقانون ومعرض للسجن والحبس، فعلشان كده احنا نقول لا يوجد، يعني مش عاوزين يا استاذ ايهاب نتكلم في موضوع تطهير الداخليه. لا هم اللي يقولوا الكلام ده. تمام. لكن احنا ممكن نقول اللي انا طلبته من سيادتك انك تطمن الناس ان اجهزه الوزاره دلوقتي يقظة بالقدر الكافي عشان ما يتسربش حد زي الاحداث اللي كان فيها معلومات متسربه من ناس سواء كانوا امناء او كانوا ضباط، كانت احداث وحصلت. عاوز اقول لحضرتك واحنا بنتكلم الان ازاي ان عناصر وزارة الداخلية
قامت بقتل 5 عناصر إرهابية من حركة حسم. أيوه. وقبضت على 5، مش عشان ما يقولوش لا ده جابت، وجابت الأدلة اللي هم بيقوموا باستهداف هذا الوطن بيها. يبقى ده عايز تطهير؟ ده احنا نشيلهم فوق الرؤوس، ولابد ان احنا نقدر شرطتنا، نقدر قواتنا المسلحة. واحنا شفنا التقليد الجميل اللي قام به الشباب في لسه بدري، احنا لسه لا ده احنا بنختم يا فندم، لا لسه ده احنا بنختم. فانا طبعا بقول ان القوات المسلحة والشرطة بيحموا الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية. أيه. وليس في سيناء فقط طبعا. احنا شفنا أمس كانت هناك دورية وتم بواسطة عناصر من السودان وعناصر من المخابرات العامة تم استرداد هذه الدوريات. دي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان حدودنا 1200 كيلو مع ليبيا بيتم تأمينهم بدوريات في ارض شديدة الوعورة. طبعا. انت لو الدنيا النور انطفى ما تقدرش تخرج من الاستوديو ده لغاية الانطريق اللي بره. أي. فما بالك لو في الجبل. صحيح. وفي ظلام دامس وانت راكب دورية. أيوة. وماشي على حدود 1200 كيلو في الجبل. صحيح. ممكن وعربيات دفع رباعي وتحديات واخطار وارهابيين وتهريب بشر وتهريب لكن مخدرات. ازاي ان هم استطاعوا في هذه الدورية البطلة من كتيبة حرس الحدود ان هي ترجع تاني وتحافظ على نفسها وتمنع اي حد يتعرض لها؟ صحيح بالتنسيق مع السودان وخصوصا وده مطلوب. في زيارة وده مطلوب. الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، وعلاقتنا مع السودان وعلاقتنا مع ليبيا اللي هو دول الجوار، لأن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي الليبي ومرتبط بالأمن القومي السوداني. وعلشان كده بنحمي حدودنا اللي بتزيد عن 1200 كيلو. هيو يا ده مصر وجيش مصر وشرطة مصر، وتحيا مصر. شكرا سيادة اللواء، نورتنا. شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد الشهاوي الخبير الأمني والاستراتيجي، وبشكر حضراتكم، وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة في النور. صباح على خير. الحقيقة تبان.